أنا محمد عمر فنوش، المدير المؤسس لدار الكتب الوطنية في بنغازي، وأنا من أوائل المتخصصين في المكتبات. لما كنا 10 في ليبيا عندنا ماجستير مكتبات سنة 1972، منذ ذلك الحين وظلت صلتي بهذه المهنة صلة وثيقة، وظللت باستمرار متحمسا لها في كل وقت وفي كل حين. هذه الندوة كانت ندوة جيدة، وهذا شكل من أشكال التعاون الممتاز بين الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والأرشيف وبين المؤسسات المختلفة. فعندنا هنا شركة البريغا كان لها مثل هذه المساهمات. فالندوة عرضت مجموعة من الأوراق، بعضها عن بعد وبعضها من أساتذة حاضرين، حتى تمكننا أن احنا نغطي هذا الموضوع الجيد والموضوع المهم بالنسبة للمكتبات في ليبيا. بارك الله فيك.